اهلا بكم من جديد. فقرتنا النهارده عن السباحه، بطوله القاهره الشتويه اللي بتدار دلوقتي واللي يعني بتجري احداثها على استاد القاهره حتى 9 مارس ان شاء الله. وانضم ليا في الاستوديو طبعا ضيوفي. قبل ما نبتدي ونتكلم في اي حاجه احب ارحب بيهم الكابتن احمد اسعد مدير اداري السباحه. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن، نورنا في الاستوديو. ربنا يخليك. واحب ارحب بضيفتنا الصغيره ملك هشام، لاعبة النادي الاهلي تحت 11 سنه او سباحه النادي الاهلي تحت 11 سنه، واللي حصلت على كؤوس وميداليات في بطوله القاهره، يمكن خدناها على طول من المنافسات وكانت ضيفتنا النهارده. رحب بيك يا ملك، منورانا والف الف مبروك. شكرا. يمكن في الاول انت بس لازم الناس تعرف ان احنا عملنا حلقات كتير عن السباحه. السباحه عدد كبير جدا من السباحين والسباحات في النادي الاهلي، يمكن بيخشوا قرابه الالف سباح، طبعا رقم كبير. والرقم ده صعب طبعا، يعني ده عايز كمبيوتر، عايز حد يبقى مركز مع كل لاعب. احنا معانا كمبيوتر بقى كابتن احمد، يعني انت ازاي بصراحه بتقدر يعني ازاي يعني 1000 سباح يبقوا في دماغك؟ ازاي تقدر تنظم اشتراكاتهم؟ الموضوع الاداري ده صعب جدا، بتحمل ده ازاي يا كابتن؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خلينا نتفق على اول حاجه في الاول، ان اي تناغم موجود من افراد طاقم العمل بيؤدي الى النجاح في اي منظومه. فالحمد لله في تناغم قوي جدا ما بين الجهاز الفني والجهاز الاداري للنادي. طبعا الخبره للجهاز الفني والجهاز الاداري على مدار السنين اللي فاتت بتقدر ان هي من نعدي بها اي عقبه تواجهنا في مرحله ما قبل البطوله ومرحله ما بعد البطوله واثناء البطوله بالتحديد. يعني بس برضو ارجع واقول برضو الجزء الاداري في موضوع صعب شويه، ان انت اوراق ومخاطبات وعدد كبير من السباحين، وسباحين هتشارك وسباحين مش هتشارك. الموضوع ده عايز تفرغ وعايز دماغ مصحصحه برضو وعايز معاك طاقم عمل كبير. انت كم اداري بيشتغل معاك يا كابتن؟ انا معايا اداري للسباحه لفرق السباحه بالجزيره كابتن حسين عمر، واداري للسباحه بمدينه نصر كابتن احمد الشايب، ومعايا كابتن احمد فهمي اداري للسباحه المياه المفتوحه، بخلاف طبعا القطاع المدارس والبراعم. طب انت حضرتك شايف ان يعني السباحه في النادي الاهلي يعني بالنسبه للخريطه العالميه، انا بتكلم كمان يهمني ده، السباحه في النادي الاهلي طبعا عندنا ابطال كبار مسؤولون عالميا، شايف ان احنا نقدر نخرج ابطال عالميين اكتر من الموجودين دلوقتي؟ طبعا في الواقع حصل زي ما شفنا طبعا السباح احمد اكرم، طبعا صباح عليه خلف الله، زي ما حضرتك شايف النماذج الموجوده عندنا. طبعا ملك ومعالي ياسين ان شاء الله باذن الله. تمام. الحمد لله ربنا بيوفق السباحين نظر لمجهودهم. شايف ان في يعني طفره، يعني نقدر نشوف احمد اكرم حد تاني زيه قريب من ان شاء الله؟ طبعا باذن الله معانا السباح فارس ان شاء الله. هو اصلا زي ما حكينا احنا بنتكلم دلوقتي بطوله القاهره الشتويه مقامه في اللحظه دي لمراحل من 13 سنه لغايه العمومي. البطوله دي بالتحديد ليها طابع خاص. البطوله دي ان شاء الله هيتم من على اساسها اختيار منتخب مصر للناشئين. دي ان شاء الله بطوله افريقيه هتقام في 28 مارس. ناشئين وناشئات. تمام. هتقام دي ان شاء الله يوم 28 مارس بالقاهره. فالبطوله دي بيتم على اساسها هيختار مرحله 14 سنه هياخد منها افضل 6 سباحين و6 سباحات على مستوى مصر. عشان كده في انديه بره انديه القاهره مسموح لها ان هي تشارك في البطوله عشان يتم الاختيار. يعني في القاهره في انديه ثانيه غير محافظه القاهره اشتركت فيها؟ بالظبط. هو عدد الانديه المشتركه اعتقد حوالي 29 نادي من انديه القاهره. عدد كبير. بالاضافه للانديه خارج القاهره حوالي 10 انديه كمان، يبقى الاجمالي 39. ده 35. لا انا هخش هرجع مع حضرتك في البطوله دي، عايزين نحط الضوء عليها اكتر. بس برضه عايز اروح يعني لملك. ملك انت في سنه كام؟ سته. سنه سته وما شاء الله انت خدتي 4 ذهب و1 برونز. خدتي كاس احسن رقم وكاس احسن سباحه في البطوله دي صح؟ ده كله بفضل طبعا ربنا وتعب كمان كابتن هشام وكابتن احمد عادل، وكمان تعب بابايا ومامتي كمان، وانا كمان تعبت يعني برضه. اكيد طبعا اكيد. بس انا برضو عايز برضو اقول حاجه، يعني انت سنه سته دي سنه صعبه شويه. قوي. يعني عندك امتحانات وعندك مذاكره، بتعملي ايه؟ يعني يومك الرياضي بتقضيه ازاي يا ملك؟ هو انا طبعا بكون يعني محضره وقتي كده اكون عارفه انا هعمل ايه ومش هعمل ايه، يعني بكون برضو محضره. يعني انت الصبح بتروحي المدرسه الساعه كام؟ المفروض المدرسه بتبتدي الساعه 8. بتكوني 8 في المدرسه. خلاص الساعه كام؟ 3. طب بتلحقي تروحي النادي الاهلي ولا يعني بتتمرني فين؟ في اي فرع من فروع النادي الاهلي؟ مدينه نصر. مدينه نصر. بتروحي من المدرسه على النادي على طول. يعني لو كمان الوقت يعني لسه الوقت متاخر شويه مثلا التمرين الساعه 8 بروح البيت مثلا بتغدى بريح شويه وبعد كده اروح النادي. بتروح النادي الاهلي. تمرينك بيبقى على قد ايه يا ملك؟ مثلا ساعتين. ساعتين كلهم سباحه؟ مفيش فيتنس مفيش جري مفيش كده؟ لا بس برضو يعني بيكون في
انا بروح بقى اوقات تانية الفتنس بقى. ايام تانية بتحدد في وسط الاسبوع. تمرني 6 ايام يا ملك؟ طب قولي لي بقى، انت بدايتك، انت طبعا بنت مدرسه النادي الاهلي، يعني انت يعني اتعلمت سباحه في مدرسه النادي الاهلي. انت بدات السباحه ازاي؟ مين اللي قال لك خش السباحه ولا ايه اللي حصل؟ هو انا اصلا كنت بحب المياه قوي وكنت بحب العب فيها، بس فانا يعني انا صغيره انا كان عندي 4 سنين فحبيت قوي المياه، حتى قلت لمامتي انا كنت عايزه يعني اتدرب وحبيتها برضو وحبيت الكباتن برضو، فلقيتها مسليه كمان يعني مفيده برضو. يعني كنت تروح التمرين ما كنتش بتبقي زعلانه؟ لا خالص، ده انا بالذات بكون مبسوطه قوي. بتبقي رايحه تمرين مبسوطه وعايزه تتمرني والشمس والصحيان بدري والكلام ده كله ما كانش بيضايقك؟ لا عادي. طب قولي لي برضو، انت يعني اكيد يعني اتعلمتي حاجه جوه النادي الاهلي، يعني السباحه او اللعب في النادي الاهلي عامه بيعلم الواحد حاجه، انت شايفه اكتر حاجه او اغلى حاجه اتعلمتيها في النادي الاهلي ايه؟ طبعا انا اتعلمت قد ايه هو الرياضه مفيده، طبعا بقيت نشيطه، اتعلمت فيها حاجات كتيره برضو. طبعا لا على مستوى مثلا المنافسات، انت بتقبلي بالمركز الثاني؟ لا طبعا انا لازم اعمل كل حاجه اقدر عليها، وده طبعا بفضل ربنا يعني طبعاً. الحمد لله جبت المركز الاول، كاس احسن سباحه وكاس احسن رقم الحمد لله. يعني انت حاسه ان النادي الاهلي علمك برضو حته ان انت المركز الاول، انت احنا ما بنلعبش على المركز الثاني خالص. خالص لا، هو بعدين كمان السنين اللي فاتت كان النادي الاهلي برضو كان بيطلع مراكز مثلا الثالث الرابع، لا السنه دي بقى ان شاء الله نخلي يبقى لي اسم 2006 يخلي لي يبقى لي اسم. مين اللي بيتعب معاكي اكتر؟ بقولي لي كده سر، محدش، مش هنقوله لحد. لا صراحه الكباتن تعبت معايا قوي وبابايا ومامتي تعبوا معايا. مين بقى، باباك ولا مامتك اكتر؟ قولي بقى. صراحه الاثنين، هما تعبوا معايا قوي، وبرده اخويا برده الصغير. يلا مش مشكله، بس هو يعني طبعا اكيد انت بتخلصي وبتروحي، يعني اكيد طبعا الاهلي بيبذلوا مجهود كبير جدا معاكي. طب انت يعني حابه ايه او عايزه توصلي لايه يا ملك؟ انا ببص للمستقبل، يعني عايزه اوصل بطوله العالم ان شاء الله. يعني ان شاء الله ربنا يكرمك وتحققي طموحك، وانا مبسوط جدا ان يبقى عندك الطموح ده. هرجع برضو ليك يا كابتن احمد، انا برضو بطوله نحط الضوء شويه اكتر على بطوله القاهره الشتويه. بس البطوله دي قبل ما نبدا بطوله القاهره، انا يعني بالذات في تحديدا في مرحله 2006 زي ما حضرتك شايف طبعا نموذج ملك هشام ده، طبعا بيرجع طبعا حضرتك ان مرحله 2006 بالتحديد من فتره اتعمل عليها سبوت قوي جدا. المرحله دي بالتحديد على مستوى الجمهوريه، النادي الاهلي يعتبر النادي الوحيد اللي سباحين ونازلين واخدين خبره بطولتين فاتوا، اللي هي بطولات التنشيطيه اللي عملناها لاول مره، البطوله اللي فاتت بتاعت الكابتن سيد صادق، والبطوله اللي قبلها كانت في بطوله في شهر 10 خليته 2006 يشتركوا بالظبط. تمام، السباحين اول مره، الانديه الثانيه اول مره تشارك في بطوله رسميه هي بطوله القاهره اللي فاتت. سباحينا شاركوا ثالث مره، فعندهم الخبره أكيد. ان هم يعيشوا جو البطوله، ما يبقاش في رهبه للسباح وهو داخل اول مره بعيد عن باباه وبعيد عن مامته مع مدربه مع طاقم الجهاز الاداري والجهاز الفني بس، فكنا بنحاول نشيل رهبه عنهم. الحمد لله يعني استفادوا خبره كبيره جدا. يمكن انت خدتني لسؤال يعني كنت ناوي اطرحه يعني لاحقا عن الدوره التنشيطيه الكابتن سيد صادق اللي اتعملت الله يرحمه، يعني اتعملت في النادي الاهلي، دي كانت البطوله الثانيه، يمكن دي كانت من اهم نتائجها. طب هل دلوقتي 2006 خلاص كبروا بدا يخشوا منافسات، في جيل موجود دلوقتي انتوا حاطين عليه السبوت او التركيز؟ السن اللي بقى على طول بقى مواليد 2007 و2008، وان شاء الله احنا يعني 2007 و2008 شاركوا في البطوله التنشيطيه؟ شاركوا في البطوله التنشيطيه الاولى والثانيه. بتجهزوهم زي ما بنجهزهم بالظبط، 2007 ان شاء الله تاخد مكان 2006 بنفس القدر والكم المطلوب ليهم، بالاضافه لمواليد 2008، وان شاء الله احنا في اخر مارس على مستوى الجزيره ومدينه نصر هنبدا نطلع براعم 2009 ان شاء الله. طب انتوا عندكم طموح، انا مش عايز انقل من البطوله التنشيطيه دلوقتي يعني طالما فتحنا الموضوع ده، بس انتوا عندكم طموح كجهاز فني وكجهاز اداري ان البطوله دي تبقى عالميه ولا لا؟ ان شاء الله احنا يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا طلبنا مجلس اداره ومجلس اداره عشان من هو حاجه طبعا. زي كده الدعم الكامل للسباحه من مجلس، يعني الصراحه هو اللي يعني ما بيتاخروش علينا في حاجه خالص. القياده الحكيمه طبعا ان احنا نعمل بطوله تنشيطيه اولى وبطوله تنشيطيه ثانيه وبناء عليها انديه اخرى تبدا تعمل نفس الدور وتبدا تعمل بطولات تنشيطيه ثانيه. تمام، فيعني الحمد لله يعني وحضور مجلس اداره، حضور مجلس اداره طبعا الدعم طبعا الحمد لله، حضر الدوره التنشيطيه بالظبط الاولى والثانيه، الاولى والثانيه حضرها طبعا، والثانيه اتسمت بكابتن اسمه كابتن سيد، هي كانت كمان سباحه وكره ميه ودي كانت اول مره اول مره تتعمل في مصر عموما يعني. طب انتوا خدتوا خطوات ان انتوا تحولوه عالميه ولا لسه ولا كل ده؟ احنا بصدد الاجراءات ان شاء الله باذن الله يعني. احنا بس حضرتك انت عارف ان احنا الموسم عندنا بيبقى مزدحم جدا من بدايته لغايه نهايته، يعني زي ما بقول لحضرتك واحنا بنتكلم دلوقتي بطوله القاهره شغاله شغال حقيقي، ما فيش بالظبط 3 اسابيع هنخش في
بطولة كاس مصر للسباحة القصيرة، بعدها بحوالي اسبوعين برضه نخش بطولة كاس مصر المياه المفتوحة، والسباحين يبدأوا يخشوا على امتحانات اخر السنة. وانت دماغك ما بيوقفش وعمال تفكر وعمال اللعيبة مين اللي هتشترك، ربنا يكون في عونك يعني. بس ان شاء الله تبقى ده خطوات انتوا بتاخدوها، لان انا واحد من الناس حلمي طبعا اشوف الدوره التنشيطيه دي تبقى دوره عالميه وبيشارك سباحين من كل دول العالم في حمامات سباحه النادي الاهلي. بالظبط ان شاء الله، احنا ان شاء الله يعني برضو احنا برضو مخططين ان هي تبقى البطولات دي على مدار السنه بانتظام، بنعمل 4 بطولات في السنه بحيث برضو السباحين ياخدوا خبره اكبر. نقدر ان احنا نحط الضوء على السباحين البرومسنج بتوعنا، نبدا نعلم مستواهم، نشوف ايه الدفوهات اللي كانت للسباحين اللي نقدر نعالجها عن طريق طبعا الجهاز الفني. واحنا كجهاز اداري بنحاول نوفر كل السبل اللي راحت الجهاز الفني يعني. ان شاء الله طبعا عشان ما انساش طبعا حد بقياده كابتن ايمن سعد مستشار مجلس الاداره الالعاب الماء، كابتن وائل عزت رئيس الجهاز، وكابتن محمد علام مدير الجهاز، الى اخر اصغر فرد في الجهاز يعني. طيب احنا معانا على الهاتف الكابتن محمد علام، لسه انت قايل حالا انا كابتن محمد علام مدير جهاز السباحه بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم، منورنا والف مبروك على النتائج الجميله. يمكن ملك وياسين معانا في الاستوديو، ملك معانا دلوقتي وياسين هينضم لينا بعد شويه. يعني ما شاء الله شغل كتير مبذول ونتائج مشرفه يا كابتن. والله هو بالشغل واحد بس، احنا الجهاز كله بنتعاون عشان نخلي زي متوقع النادي الاهلي يبقى على طول في الرياضه. فاحنا بنسعى باذن الله النادي الاهلي يبقى في الرياضه. خلي بالك احنا مرحله 11 سنه دي بقى لنا سنتين ثلاثه كان الاهلي فيها ضعيف شويه، احنا بدانا نحط برنامج ان احنا لازم نتسيد البطولات من اول مرحله ابتدائيه ل 11 سنه. الحمد لله السنه دي احنا طالعين الاول ولاد وبنات في 11 سنه ما شاء الله، باذن الله عندنا فريق قوي جدا باذن الله. حتى السنه الجايه زي ما كابتن احمد بيقول لك 2007 باذن الله النتيجه كمان تبقى احسن من 2006 بتاعتنا. اكيد ان شاء الله طالما في شغل مستمر يا كابتن بتهيألي النتائج يعني بتتحسن. طب يا كابتن انت شايف يعني دعم النادي ليك وعامل ازاي؟ لا هو النادي اساسا احنا ما نقدرش، بص اقول حاجه، النادي الاهلي الحمد لله هو قلعه رياضيه كبيره ما بتتاخرش على كل الاجهزه في اي حاجه. الحمد لله اي حاجه مطلوبها بتحقق. انا عايز اقول لك انه في ضبط برضه لحضرتك ان احنا بنحاول مع دلوقتي قدم موافقه اتحاد السباحه والاتحاد العربي ان احنا نحاول نعمل بطوله عربيه للانديه للسباحه وكره الميه، ودي باذن الله مجلس الاداره يوافق عليها، تبقى اول مره تتعمل في الاتحاد العربي بطوله عربيه. جميل، يعني ده سبق حضرتك بتخصنا بيه ان انتوا بصدد استضافه اول بطوله عربيه للانديه يا كابتن. دي هتبقى اول بطوله عربيه للانديه ان شاء الله يا كابتن؟ باذن الله اول بطوله كانت بتتعمل بطوله عربيه للانديه كره ميه، لكن ما اول مره تبقى بطوله عربيه للسباحه، وبنحاول نعملها باذن الله في البيت. ده خبر جميل جدا. تبقى بطوله عربيه للانديه سباحه وكره ميه، وهتتعمل باذن الله على ملعب النادي الاهلي. واكيد احنا عندنا طبعا الحمامات السباحه ما شاء الله كتير ويعني على اعلى مستوى، اكيد هتبقى حاجه تشرف مصر يا كابتن. طبعا طبعا طبعا، يعني احنا عندنا مجمع السباحه في مدينه نصر، وباذن الله مجمع السباحه في الشيخ زايد اللي هيتفتح قريب، وطبعا الفرع الرئيسي والقديم بتاع النادي الاهلي في الجزيره. احنا عندنا 3 مجمعات سباحه من اكبر انديه مصر، وباذن الله احنا النادي الاهلي يستاهل احسن كده. طب يا كابتن امتى ان شاء الله يعني نشوف ان شاء الله بطل تاني زي احمد اكرم، ان شاء الله نشوف 10 ابطال عندنا زي دول؟ هل في ان شاء الله حد بروميسنج ان شاء الله انه يكون كده؟ لا حضرتك النادي الاهلي مليان ابطال، هو احمد اكرم طبعا حاجه مشرفه لمصر كلها والنادي الاهلي طبعا، لكن باذن الله زي ما انا كنت في مقابله مع حضرتك من شهر اتكلمنا على السباح اللي احمد قال لك عليه اللي هو فارس بالظبط، حضرتك قلت الكلام ده في الاستوديو معانا. ايوه فارس ده باذن الله من ماشي في 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 التخطيط بتاعه باذن الله يوصل لبطل عالم. احنا عندنا بطوله عالم ناشئين في شهر 8 اللي جاي، ربنا يسهل ناشئين النادي الاهلي باستفادتهم ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. وكابتن محمد علام مدير جهاز السباحه شكرا جزيلا لحضرتك يا كابتن. ارجع تاني يا كابتن احمد يمكن. طيب قبل ما نستأنف كلامنا مع ضيوفنا استأذنكم نطلع فاصل وارجع لحضراتكم تاني نكمل مع ضيوفنا في الاستوديو. من
بيكم من جديد. برجع لضيوفي في الاستوديو وضيوف السباحه طبعا زي ما وعدناكم بنحط يعني الضوء على كل الالعاب وكل الجهد المبذول هو النادي الاهلي. طبعا ضيفي الكابتن احمد اسعد مدير اداري السباحه كان ضيفي من اول حلقه، وبرحب طبعا بضيفي الزغنون اللي انضم لينا دلوقتي ياسين احمد سباح نادي الاهلي تحت 11 سنه. اهلا بيك ياسين، والف مبروك على الكاسات الحلوه دي. يعني انت خدت 5 ذهب وكاس احسن سباح وكاس احسن رقم. بسم الله ما شاء الله تحت 11 سنه انت. وانت من ابناء النادي الاهلي يا سين صح؟ يعني انت بادئ مدرسه من النادي الاهلي وخدت الموضوع واحده واحده. تتمرن على انهي ملاعب؟ انهي يعني حمامات سباحه؟ في مدينه نصر. مدينه نصر في سنه كام انت؟ انا سنه 5. 5. طب قول لي بقى كده، انا سالت مالك قبل منك يعني في الجزء الاولاني سالتها يومها بيبقى ازاي؟ قول لي انت يومك ازاي؟ يعني انا بروح المدرسه مثلا، مدرسه بضطر اروح هناك 7:30 وبخلص مدرسه على 3 بيكون عندي بقى تمارين. فانا بتمرن لعبه ثانيه غير السباحه، بيبقى خماسي. فالخماسي ده ممكن 5 لعبات. انت كمان بتلعب خماسي ما شاء الله. يعني انا عرفت قبل كده ان انت قبل الحلقه ان انت بتلعب خماسي ومحقق فيها نتائج كويسه. طب كلمنا عن الخماسي بره، قول لي هو 5 لعب، جري وسباحه ورميه وشيش وخيل. بس انا لسه لغايه دلوقتي بتمرن 4 وبدخل بطولات 3. بس انت شاركت في بطوله امريكا في اكتوبر. كان عندي بطوله امريكا في اكتوبر، عملت اول تتابع مختلط وتاني فردي. تاني فردي ما شاء الله. طب انت رحت بطوله امريكا دي ازاي يا ياسين؟ يعني لا، الاتحاد ما كان سفرني الاول، كنا مسافرين على تبع طياره الامارات دبي، كنا رايحين دبي، عملنا ترانزيت دبي وبعدين رحنا على امريكا. لا انا بسال يعني مش الطريقه اللي سافرت بيها، انا قصدي يعني سافرت ممثل عن مصر وسافرت الاتحاد المصري سفرك، ولا سافرت ازاي؟ لا، الاتحاد المصري سفرنا عشان بياخدوا في بطوله فاينل، بياخدوا الاول بيسفروه على حساب الاتحاد. ده بالنسبه للسباحه طبعا. بالنسبه للخماسي انا اسف. بالنسبه للخماسي انت سافرت ولعبت بطوله امريكا وحصلت على مركزين هناك. كل توفيق ليك. طب انت في السباحه بقى، خلينا شويه في السباحه. انت طموحاتك ايه بقى؟ عايز تبقى ايه ولا ايه؟ يعني نفسي يكون عندي منحه. يعني انت بص انت تدرس بره ما شاء الله، كويس، برافو عليك. يعني عندي الارقام تبقى احسن وكويس. يعني انت مش حابب تبقى، طب مين ناسك الاعلى؟ حابب تبقى زي مين؟ اللي حببني في السباحه انا عندي كان الاول كنت احب العب في المايه، فممكن كانت مدخله. لا انا بقول لك مين ناسك الاعلى في السباحه، عايز تبقى زي مين؟ انا مايكل فيليبس. هو مثلا الاعلى انا شخصيا يعني مش هقول لك لا. طب قول لي انت يعني ابتديت السباحه ازاي؟ هل يعني بابا وماما ودوك ولا انا الاول كنت الاول يعني بحب العب في الميه، فمامتي قالت نجرب ننزل رياضه كده وانا عندي 3 سنين. فقالت انزل العب سباحه. كان طبعا بقى في اوقات الفضل طبعا لجده ومامي وكابتن علي، هو اللي اسسني في السباحه. كنت بلعب وانا عندي 3 سنين. فمامتي كانت فاكراها رياضه، يعني داخل كده، يعني ما كنتش عارف ان انا هكمل في السباحه. داخلها تتمرن بس يعني. فمامتي لقيت نفسي ان انا مستواي بقى كويس في السباحه وكده، فقالت فمامتي كملت. بس برافو، يعني انت ما كنت الاول الموضوع مش بيتاخد بجديه، بس ارقامك اول بقى لما يعني لما لقيت الدنيا ماشيه فمامتي بقى كملت مع السباحه وكده. ما كنتش بتعذبه وانت رايح التمرين؟ قول بقى. لا كانت شويه، كان في شويه تقطعيات وترفس وبتاع. كان معظم الاوقات كان جد هو اللي بيوديني عشان مامتي ساعات بتبقى في الشغل، فيعني معظم الاوقات هو اللي جد برضه هو اللي شجعني على السباحه وكده. ربنا يوفقك يعني ان شاء الله ونشوفك بطل كبير باذن الله. ان شاء الله. كابتن احمد، يمكن في الناحيه الاداريه بقى كسباحه، يمكن عايز اوصل الموضوع ده للمشاهدين، ايه المشاكل اللي بتقابلك كمدير اداري سباحه؟ حضرتك المشاكل عموما زي ما قلت لحضرتك في بدايه الكلام ان في مشاكل ما قبل البطوله او اثناء البطوله او بعد البطوله. لو اتكلمنا على ما قبل البطوله، هي طبعا الوقت تمام في سي مثلا تسليم الاسماء للاتحاد او منطقه القاهره، لما يكون في مشاكل في سباقات معينه جايه في تتابعات، فانت بتحتاج ان انت لازم تعمل قياسات جوه النادي. فكل هي عنصر الوقت هو ده المشكله الاساسيه عندنا. حارب انت الوقت بالظبط، بنحارب الوقت، مش انا لوحدي طبعا يعني، انا طبعا طاقم الجهاز كله. واخد بالك اثناء البطوله بقى حضرتك لو في تغييرات في مواعيد سباقات معينه، يعني مثلا يبقى في سباقات مثلا متحدد لها هتتلعب الساعة كذا أو التوقيت المعين، بيبدأ المدرب واخد بالك بيبدأ يحدد على أساسه سباح هيجي له إمتى، هيسخن الساعة كام، الكلام ده كله. لما بيحصل أي تغيير في مواعيد أو توقيتات النشرة عموما الدنيا بتتلخبط خالص على الكل. ما بعد البطولة بقى الريبورتات بقى المطلوبة والكلام ده كله طبعا بياخد. زي ايه يا كابتن؟ ايه الريبورتات؟ الريبورتات عن كل سباح،
عمل ايه في البطوله؟ عمل ايه في البطوله؟ المستوى بتاعه، الرقم السابق والرقم الحالي، برفعه طبعا لاداره الجهاز. تمام، اداره الجهاز بترفعها لاداره النشاط الرياضي، ثم في نهايه السنه العرض على مجلس الاداره. يعني انت يعني بعد البطوله كمان التقارير انت بتقدمها، يعني انت بتكتب التقارير وارقام اللاعبين السباحين وعملوا ايه وبتقدمها للجهاز؟ احنا بنعمل التقارير. ده شغلك؟ قصدي اقول ده شغلك انت. شغلي طبعا مع الجهاز الفني، يعني كل مدرب بيطلب منه، سواء من المدير الفني في الجزيره او في مدينه نصر، بيطلب من الجهاز الفني بتاعه لكل مدرب لكل مرحله سنيه يبدا يجهز له التقرير عن كل سباح في مرحلته، سواء ان هو رقمه السابق او رقم الحالي، مستوى التحسن ايه، لو سباح على عن ارقامه ايه السبب، كيفيه علاجها ايه بالظبط. ده بيتم كل بطوله، وفي الاخر الموسم بنعمل تقرير مجمع بكل الكلام ده، وبنحاول ان احنا نعالج الدفوهات دي. طب يا كابتن هسالك يعني سؤال بقى او لا يعني، وهناخده تفصيليا يعني. انت بتلاقي جوه النادي الاهلي مشاكل في اجراءات الورق، يعني الورق اللي بيمشي، سواء تكاليف اشتراكات، شيكات رايحه لاتحاد السباحه، الحاجات دي بتلاقي مشاكل في الامور دي، هل ولا بتخلص بسرعه او لا؟ بص حضرتك، هو في مواضيع بتخلص بسرعه، وفي مواضيع بيبقى مطلوب منها تفصيل معين لازم احنا بنقدمه، علشان زي ما حضرتك عارف في اداره النادي، يعني عشان اطلع حاجه لازم يبقى متاكد طبعًا تماما طبعًا ان هي سليمه 100%. ورق بالظبط. فالورق ده عقبال حضرتك مثلا مثلا نجيبه من اتحاد السباحه او منطقه القاهره، الاجراءات دي اول ما بتتم تخلص على طول. جوه النادي مفيش اي مشكله؟ جوه النادي يعني لا مفيش مشكله، لكن هي القصه كلها لما بتطلب حاجه معينه وارد انها تاخد تاخير من جهه خارجيه. يعني كابتن بسالك السؤال ده ليه؟ لان انا عارف جيدا والكلام ده انا عارفه كويس، ان جوه النادي الاهلي التزاماته الخارجيه سواء لاتحادات الالعاب سواء لاي جهه بيتعامل معاها ايجار ملاعب. تمام. النادي الاهلي فلوسه جاهزه، والنادي الاهلي الحاجه دي ما بتتاخرش، يعني انا اقصد اقول ان مفيش مستحقات متاخره نهائيا. تماما. تبقى على النادي الاهلي. تماما. يعني اللحظه اللي حاجه فيها دي مفيش اي، سواء اتحاد سباحه او اتحاد القاهره، مفيش اي حد ليه بالبلدي جنيه اللي عند الاهلي. انا عايز اقول لك ان انا شفت يعني في انديه ثانيه، في اتحادات كتير طبعا من خلال قعدتي، انديه كتير غير النادي الاهلي بيبقى ليهم مديونات بال 90,000 والنص مليون وال 400,000 300,000. مع العلم حضرتك ان النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي بيدفع مبالغ يعني فائقه جدا. يعني انا عايز اقول حاجه، ان انا في بطوله القاهره اللي شغاله حاليا دي، النادي مشارك بحوالي 1010 سباح. ما شاء الله. كل سباح ليه خمس سباقات، يعني حضرتك انت داخل على ما يقرب 5000 سباق. ما شاء الله. ما شاء الله. اضرب في قيمه السباق. ما شاء الله. طبعا يعني مبلغ كبير جدا. النادي الاهلي هو ده دوره يا كابتن. بالظبط. ده دوره يا كابتن. طب برضه انا عايز اسال ياسين قبل، يعني طبعا الحلقه انت اتعلمت حاجه من النادي الاهلي اكيد، وسالت برضه السؤال ده الملك قبل منك، ايه اكتر حاجه انت اتعلمتها في النادي الاهلي؟ ان انا دايما يعني ابقى منتمي للنادي، وما حاولتش اعمل حاجه غلط فيه عشان اقدر احسنه واخليه يبقى كويس. يعني انت بتلتزم بالسياق الاخلاقي جوه النادي الاهلي؟ اه. انت اتعلمت ده من جوه النادي الاهلي، ان انت ما تخرجش عن النص خالص في اي تصرف في اي حاجه. طب بالنسبه للمنافسات، انت يعني كسباح يعني تقبل بالمركز الثاني جوه النادي الاهلي؟ هو لا، انا احب المركز الاول اكتر، وفي نفس الوقت يعني انا بحب المنافسه يعني جدا. ما بتحسش بضغط نفسي عليك وانت نازل السبق؟ لا بحس اكيد طبعا بالخوف والقلق، بس بتعجبني مثلا بالمنافسه، يبقى يعني في منافسه كده بتعجبني دي. اه، ما تبقاش قلقان من الحته دي، لان خد بالك في لاعبات ولاعبين كتير جدا بمستواهم بيقل 50% اول ما بيخشوا السبق، انت مش حاسس بده؟ لا انا بكون قلقان، بس اتعودت. انا كنت بلعب بطولات زمان خماسي، فكنت بقلق وبخاف. فلكن دلوقتي ابتديت اتعود. هو في قلق وكده، بس برضه خلاص الخوف ده يعني مش بيأثر. خدت بقى من كتر المنافسات. اه مش بيأثر. انت شاركت بطولة الاهلي التنشيطية اللي فاتت؟ اه. عملت ايه فيها؟ كنت ساعتها لعب 6 سباقات، جبت 5 ذهب وال 50 بريس، ساعتها عملت 5 عشان يعني حتى انت جوه النادي الاهلي ما شاء الله برضه مميز يعني. اه بس انا عندي ال 50 بريس ده اصلا مش تخصصي، انا كنت نازله كده. هو مش سابقك ما تلعبش؟ لا انا تخصصي دولفين. انت تخصصك دولفين، سباحه الدولفين. اه. انت لما نزلت السبق ده حتى جبت فيه ميداليه برضه؟ اه كنت جايب فيه ذهب. اه 150 دولفين. طب انت يعني الدورات التنشيطيه دي اضافت لك كتير يا ياسين، انا حاسس ان انت احتكيت وشفت الدنيا ماشيه ازاي، اكيد احسن. طب يعني برضه شفت يا كابتن نفس الكلام اللي بتقوله، يعني هو نفسه ياسين بيقول ان هو لما دخل الدورات التنشيطيه كان الموضوع مختلف خالص يعني. بالظبط. طبعا خبره للسباحين زي ما قلت لحضرتك، ان هو بيبدا ان هو يبقى داخل كاول احتكاك رسمي ليه زي بطوله القاهره اللي شغاله حاليا، مختلف تماما عن اي سباح في اي نادي تاني. تمام. بالاضافه طبعا ان هو بيقدر يبدا يشوف سواء كسباح او مدرب، يبدا يشوف السباح ده هيقدر يشترك في انهي سباق او في انهي تخصص بالظبط. فده بيفيد طبعا الجهاز ككل يعني والسباحين. تمام. والسباحين. طب هو برضه يعني حاجه مهمه لازم الناس تبقى عارفاها،
يعني النادي الاهلي في السباحه منتخبات هو قوام المنتخب 80% من السباحين. اكتر من 80% اكتر كمان يعني. طب عدم وجود المنافسه الداخليه ده يعني برضو مش لصالح النادي الاهلي اكيد، يعني لما يكون في منافسه من انديه ثانيه اكيد احسن. بالظبط طبعا، ما انا بقول لحضرتك هو يعني هو طبعا هو في منافسه، في انديه طبعا ليها اسم طبعا وليها سباحينها المميزين على الصعيد المحلي او الصعيد الدولي بتنافس طبعا مع الاهلي، بس احنا طبعا بنتقابل او بيتم احتكاك بالتحديد في بطولات الجمهوريه او كاس مصر عكس بطولات المناطق يعني. عكس بطولات المناطق. طيب انا معلش الساده المشاهدين انا لازم اطلع لفاصل اعلاني وارجع لحضراتكم، وهنحاول برضو نجيب معانا ملك معانا تاني في الاستوديو برضو ينضموا هما الاثنين مع بعض. وطبعا قبل ما يعني طبعا نروح للفاصل الاعلاني طبعا بشكر المدير الاداري الكابتن كابتن احمد اسعد معانا كان موجود مدير اداري السباحه، بشكره شكرا جزيلا ليك يا كابتن. ربنا وعرفنا منك امور كتير يعني داخله في السباحه من الناحيه الاداريه كتير يعني. شكرا جدا نورتنا في الاستوديو. هروح لفاصل اعلاني وهينضم لنا طبعا ملك تاني و10 دقايق كده مع السباحين نرديهم مع براعم من النادي الاهلي في السباحه. ارجع لكم تاني. اعزائي المشاهدين اهلا بكم من جديد، ارجع تاني لسباحينا الزغرنانين طبعا ملك وياسيد. بس انا في حاجه الاول عايز اقولها لحضراتكم، يعني احنا ليه الهدف من وجود البراعم معانا في قناه النادي الاهلي ان احنا نكمل المنظومه. النادي الاهلي بيحط سباحينه وابطاله ولاعيبته كلهم يعني جميع اعمارهم السنيه تحت الضوء عشان اللاعب وهو صغير يحس انه عمل حاجه، عشان كده اصبح نجم وبيقدر يطلع في الاعلام وبيقدر يتكلم وبيقدر ياخد الثقه. لازم المنظومه تكمل. في يوم من الايام ممكن نشوف ملك او ياسين ابطال عالم. النادي الاهلي بيكمل دوره معاهم مش بس التأييد جوه الملعب، لا، واعطائهم الثقه، يظهرهم اعلاميا، يتحدثوا عن انجازاتهم، يتحدثوا عن مجهودهم اللي بيبذلوه. كل ده يعني حاجه لا تقدر بثمن، يمكن مش بس التمرين ومش بس المجهود اللي بيبذل من يعني باباهم او مامتهم، انما لازم الشكل والفريم الخارجي كله يكمل ان اللاعب يحس انه بيعمل حاجه وان هو يبذل مجهود اكتر عشان هيلاقي جوه النادي الاهلي اكتر. يمكن هروح طبعا لملك. ملك انا عايز اعرف ارقامك، يعني برضو يمكن الناس طبعا مش هتفهم قوي في حته الارقام، بس يعني قولها لنا عشان برضو حتى ده يبقى مسجل عندنا ويبقى دافع للاعبين او اللاعبات يسمعوك في ارقامك. قولي لي ارقامك وسباقاتك يا ملك. هو 400 حره انا كنت نازلها اول يوم. كنت اول حاجه ايه؟ اول يوم 400 حره. 400 حره، علي صوتك. جايبه عملت فيها رقم كام؟ 400 حره؟ 5 دقايق و14 ثانيه. 5 دقايق و14 ثانيه، برافو عليكي. طيب السباق الثاني؟ السباق الثاني كان 100 حره جايبه فيه دقيقه. كان السباق الثاني ايه؟ 100 حره. 100 حره، جميل. جايبه فيه دقيقه 8 او 8 دقيقه 8 ما شاء الله. والسباق الثالث 200 حره. 200 حره، برافو عليكي. جايبه دقيقتين و30 ثانيه ما شاء الله، هايل. السباق الرابع جايبه 50 فراشه ما شاء الله، جايبه فيه 34 ثانيه، جميل. السباق الخامس اللي هو جايبه فيه البرونز جايبه 100 فراشه، جايبه دقيقه 21. وخدتي كاس احسن سباحه؟ اه. وخدتي كاس احسن رقم؟ احسن رقم بقى لاني سبق فيهم ولا كله؟ لا، في 100 حره. في 100 حره. اه 100 حره كان احسن افضل سباق. بس انت بتعومي اكتر من سباحه يا ملك صح؟ اه. يعني ايه السباحات اللي بتعوميها يعني او بتتقنيها حتى لو ما اشتركتيش فيها في السباق ده؟ هو انا بس هو الباك بس اللي في البريست. مش بتعوميه؟ لا ما بعوموش. اه بتعومي دولفين؟ بتعومي باك والحره. باك وحره بتعوميهم ومحققه ارقام. خلي بالك يا ملك انت عشان تطلعي تمثلي النادي الاهلي او تاخدي البطولات دي اكيد تفوقتي على زمايلك او كنت كويسه جوه النادي الاهلي صح؟ شاركتي في البطولات التنشيطيه اللي فاتت؟ اه، وكان البطولات التنشيطيه بتاعت سيد صادق الله يرحمه. جبت هم نزلت ست ايفنتات جبت فيهم الحمد لله كلهم ذهب ما شاء الله الحمد لله. واللي قبليها كان يعني في ذهب على فضه على برونز. يعني حتى في السباقات الثانيه برضو كنت لو ما خدتيش ذهب بتاخدي فيها ميداليه. اه. طب يعني لو شاركتي في بطوله دوليه يا ملك هتحسي بخوف ورهبه؟ لا، هو انا مجربه يعني لغايه دي البطوله بطوله القاهره دي كانت ثالث بطوله، ف انا اتعودت خلاص على السبق. اه اتعودت على الـ على الـ على الستارت وما بتقلقيش. اه لا خلاص انا اتعودت كمان، يعني انا قبل كده كنت بتنافس مع اصحابي بس اللي في النادي، دلوقتي لا بقيت مع نوادي تانية بعد كده مع دول تانية
وهكذا. بالظبط، عايزك يبقى عندك الطموح ده. طيب انت يعني بتحسي انت في المدرسه طبعا معاكي زمايلك زميلاتك في الفصل، بتحسي ان الرياضه مخلياكي مميزه عنهم؟ اه طبعا، هو في برضو كتير قوي ما بيتمرنوش اصلا، فانا حاسه برضو ان انا لغايه دلوقتي الحمد لله بقت كويسه يعني، اتحسنت برضو قوي بس، وبقيت برضو بحس برضو ان انا احسن واحده في اصحابي يعني. ما بتعطلكيش السباحه عن المذاكره؟ مش قوي يعني، هو برضو في اوقات للمذاكره واوقات للسباحه، ف يعني بتعلمك تنظيم الوقت الرياضي. اه يعني. طب انت تقولي ايه يعني من خلال قناه النادي الاهلي؟ طبعا في ناس كتير بيشوفوكي وسباحين وسباحات وغير كده رياضه، تقولي لهم ايه عن الرياضه يعني؟ يعني تقولي لهم تشجعيهم ازاي يلعبوا رياضه؟ ان هي مفيده جدا، يعني برضو بتخلي يبقى الواحد كده قيمه برضو في المستقبل. برافو عليكي، برافو عليكي. طب وايه تاني قولي؟ ان هي يعني بتخليك بتعلمك تنظيم الوقت، بتعلمك ان انت تخلي بالك من نفسك، تنام بدري، قولي الحاجات اللي انت بتعملها. بعد يعني برضو فيها رده فعل برضو. صح، برافو. برضو يعني تخليك تحس ان انت عايز تكون الاول دايما، منافسه وتتحمل وضغط العصب. ان شاء الله تبقي بطله كبيره ونجيبك هنا ان شاء الله تاني وتالت في كره الاهلي. ياسين اروح لك، يمكن عايز برضو اعرف ارقامك وتقول لي انت خدت احسن رقم، كاس احسن رقم في اي سباق؟ كاس احسن رقم كان في 200 حره. 200 حره. كنت عامل في دقيقه 2:25. ما شاء الله عليك. طب قول لي كده ارقامك تاني يا سيدي. هو كنت في كاس احسن سباح كنت مقفل 5 ذهب. ما شاء الله. وكنت اول سباق كان كاس احسن رقم طبعا 200 حره. 200 حره اللي انت سائل. وكان اسمه ايه ده، هو اطول سباق نزلته 400 حره، كان هو ساعتها اول يوم ثاني سباق ليا. جميل. كنت عامل فيها ساعتها 5:13. ما شاء الله. وبعديها السبق اللي هو كان اللي بعده اللي هو اقصر سنه 200 متنوع، كنت عامل 2:46. ما شاء الله. والسبق اللي هو اللي اقصر برضه سنه 200 حره كان 2:25. ما شاء الله. واللي هو بقى كان اقصر برضه شويه ال 100 حره كنت عامل في دقيقه 6. ما شاء الله عليك. وال 50 ده كان اول سبق ليا واول يوم كان كنت عامل فيه 30. برافو عليك، برافو عليك يا ياسين. يعني يمكن برضه انت احساسك ايه وانت يعني في السن الصغير ده وحاصل على الكؤوس دي والميداليات دي، حاسس بايه؟ لا يعني كويس، ويعني استمر في كده ومش استمر يعني عندك العزيمه. طب انت لما كلموك النهارده قالوا لك هتيجي قناه النادي الاهلي عملت ايه؟ لا فرحت طبعا، وبقى عندي يعني عندي حاجه، كان عندي امل وقدرت اوصل له. لا يعني انت كنت فرحان انت جاي والناس هتشوفك وطبعا جده اكيد وبابا وماما قاعدين بيتفرجوا عليك دلوقتي، حاسس ان انت اللي عملته ليه قيمه. مش يعني مش بيعدي هوا، ليه قيمه وليه حاجه. طب انت بتستمتع اكتر في الخماسي ولا السباحه؟ لا هما الاثنين، هو الخماسي هو في ده ليه عيوب وده ليه عيوب. الخماسي ان هو بطولاته كتيره، مثلا يعني في الشرق في بطولتين ثلاثه. بره القاهره بتبقى ولا كلهم في القاهره؟ يعني حسب، في القاهره هي بتبقى جوه مصر. جوه مصر. القاهره بقى ويعني جوه القاهره. جوه القاهره، جوه نطاق القاهره. القاهره وساعات بقى المحافظات الثانيه. طب ايه عيوب السباحه بقى؟ لا ان بيبقى مثلا يعني مثلا ترتيبات ترتيبات السباقات ورا بعض، مثلا احنا عندنا كان عندي 50 حره لعبت الفاينل، كنا ساعتها ان انا يعني خلاص فرحان، 400 كان عاملين اخر سباق اللي انا كنت بنام ومش قادر وخلصان. يبقى المنافسات كتير فانت بتقعد وقت اطول في اليوم. مش تروح وترجع تاني. 400 ده كان سباق طويل. يعني بعد خلاص اللي هو اليوم اخر اليوم، فطبعا كان متعب. تعبان جدا. انت طب يعني نفس السؤال اللي سالته الملك، انت في المدرسه في فصلك طبعا معاك زميلات وزميل يعني ولاد وبنات كتير في الفصل، انت حاسس انت مميز عنهم ياسين؟ يعني هو في ناس بتلعب سباحه وعارفهم بس مش بيعلقوا يعني. هو بيلعبوا كويسين بس مش بيعلقوا. طب انت حاسس ان يعني ايه اللي ميزتك بالسباحه؟ طبعا اي رياضه يعني مش انت مش شرط تبقى سباحه بس، اي رياضه بتميز ايه عن غيره؟ خلي الناس تسمعك يعني. ايه اللي حاسس انه بيميزك؟ تنظيم الوقت ايه؟ تنظيم الوقت وفي نفس الوقت ان انا اعرف اتعود على الرياضه، وهي بتدي برضو مناعه كويسه. برافو، صحتك بتبقى كويسه. بتدي صحه كويسه ان ما حدش ياخد برد. بالظبط. طيب والمنافسه التحكم في الاعصاب علمت ولا؟ يعني شويه بتبقى جامده شويه. يعني قصدي اقول لما بتنزل سبق يبقى عليك ضغط عصبي كبير، طب ما هو نفس الكلام في الامتحانات بيبقى الموضوع بالنسبه لك عادي. لا الامتحانات عادي. وبرضو اتخاذ القرار، ايه اخباره معاك؟ يعني انت تاخد قرار بنفسك تقول لا انا هعمل كده او مش هعمل كده؟ لا الرياضه علمتك شويه يعني خفيف اكتر، اقل من السباقات.
لا بس خد بالك برضو انت الرياضه فيها نقطه مهمه جدا ياسين، انت بتاخد قرارك في السباحه بنفسك، ما فيش حد بيقول لك اعمل كده. ما انا فاهم، بس يعني السبق بيبقى يعني في قلق اكتر من اتخاذ القرارات والامتحانات. الامتحانات ما طبعا، بس هي اكيد بتعليك عن زمايلك اكيد طبعا، وكمان سفرك في السن الصغير ده امريكا واشتركت هناك طبعا، ده اكيد اكيد طبعا يعني علمك حاجه. علمك ايه في سفرك ده؟ يعني ان انا عايزه اكمل وعايزه اسافر وعايزه اسافر بلاد العالم كلها، وعايز تاخد بطولات اكتر. عايز اخد بطولات اكتر واول. طيب برضو في حاجه يعني مهمه جدا، انت يعني اكيد اي واحد لما بيكسب بيجي في دماغه حد، انا كسبت البطوله دي او خسرت، اول شخص بيجي في دماغك مين ساعه المكسب او الخساره؟ هو طبعا الكابتن ومامي وجده، طبعا هم اللي كانوا بيتعبوا ويعملوا. هم يعني اكتر حد بتيجي في دماغك هو بابا مامتك وجدك، حاسس ان هو بيتعبوا معاك جدا. جدا الكابتن قوي. بتكسب عشانهم؟ لا يعني برضه ربنا يوفقك يا رب. برضه مالك، عايز اسالك السؤال ده برضه، انت اول حد بيجي في دماغك ايه اول ما تخلصي السبق سواء كسبان او خسران؟ هو طبعا برضه يعني بفكر طبعا في الكابتن، برضه مامتي وبابايا يعني وجدي كمان الله يرحمه. ده دايما انا بفتكره طبعا، بكون عايزه اعمل كده طبعا عشان جدي الله يرحمه برضه، ونفسي اعمل حاجه عشان برضه يفرح بيا حتى لو ما كنتش عارفه طبعا. طب وانت يعني برضه حاجه مهمه لازم تبقى قايلاها برضه او تقولها لنا قبل ما تمشي، انت عايزه تكملي في السباحه يعني عايزه توصلي لحاجات اكبر، ولا هتقول لما اخش جامعه لا خلاص مش هلعب؟ لا انا هكمل ان شاء الله، هكمل واعمل كل حاجه اقدر عليها عشان اقدر اكمل كمان بطولات العالم كمان. طب كابتن احمد لما كلمك قال لك انت طالعه النهارده في كاس النادي الاهلي، عملت ايه؟ انا طبعا فرحت جدا طبعا، يعني حبيت برضو هطلع هتتكلمي. نص مصر هتشوفني، فطبعا حاجه حلوه طبعا. ده تعبك يا حبيبتي ومجهودك، واكيد ان شاء الله ربنا مش هيضيع مجهودك، اعرفي لكل مجتهد النصيب. اعزائي المشاهدين، زي ما يعني شفنا مع ضيوفنا السباحين الصغيرين ملكه، طبعا بشكرك يا ملك وجودك معانا، وان شاء الله تبقي احسن واحسن كتير. وطبعا بشكر ياسين كمان على وجوده معانا، الف شكر ياسين، وشد حيلك عايز اشوف ان شاء الله منك كتير يعني. طبعا الهدف طبعا زي ما قلت لكم تاني من وجودهم معانا ان هم الصوره تكتمل، والبرواز اللي بيمثله النادي الاهلي وبيساعد بيه اولاده معنويا وماديا وكل شيء حتى اعدادا وفنيا، البرواز بيكتمل بظهورهم في الاعلام، بيكلموا عن تجربتهم، بيحمسوا الناس، بيحمسوا زمايلهم ان يكونوا زيهم. انا بعد يعني الفاصل ان شاء الله وبعد الحلقه هينضم كابتن عبد الحميد حسن معاكم ان شاء الله، وطبعا هيتكلم معاكم في امور كتير. النهارده كان لقائي معاكم بصراحه ممتع، انا استمتعت بيه جدا جدا جدا، واخبار جميله كانت الاسبوع اللي فات مع ملوك الصالات. ان شاء الله الجمعه اللي جايه انتظرونا من 7 لـ 9 مع ملوك الصالات، وان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق طبعا للمباراه او البطوله الاهم، بطوله الطايره رجال ان شاء الله، نهائي الطايره رجال مع نادي الجيش، ان شاء الله كل التوفيق. انتظرونا الجمعه الجايه في ملوك الصالات، وملوك جداد من ملوك الصالات في نادي الاهلي.